أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صاحب المعالي معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري ورائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة. سعادة الأستاذ محمد سالم ولد بوك مدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية. سعادة الأستاذ الدكتور والعالم الموريتاني والوزير السابق بموريتانيا الشقيقة سعادة الأستاذ الدكتور إسلام سيد المصطفى. السادة ممثلي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي الجمع الحضور، خاصة السادة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مرة ثانية على أرض الكنانة، أرض السلام، أرض الأمن والأمان، على أرض مصر الحبيبة. السادة، هذه هي الجلسة الرابعة في هذا الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، والذي بدأت فعالياته صباح أمس، ثم توالت الجلسات والمناقشات، وها نحن في هذه الجلسة بصحبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله، والتي سوف تدور بإذن الله تعالى حول دور إذاعات القرآن الكريم في توحيد المفاهيم والتقريب بين المذاهب الفقهية والرد على الشبهات. السادة، نظام الجلسة كالآتي: الكلمة لمعالي الوزير للحديث في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نفتح باب المناقشة والتساؤلات في هدوء ونظام ومراعاة الوقت المحدد ومراعاة الموضوع أيضا للجلسة. السادة، غني عن التعريف وربما يكون الكلام معادا ومكررا إذا ما تحدثنا عن دور إذاعات القرآن الكريم وأثرها في العالم الإسلامي في التربية، في التعليم، في التثقيف، في نشر ما يدعو إلى حماية الدين وحماية الأوطان من كل أفكار هدامة ومتطرفة بغيتها وهدفها إشاعة الفوضى والخراب والهدم والدمار. فإذاعات القرآن الكريم بمثابة الحائط السد لمثل هذه ولمثل هؤلاء في عالمنا الذي ربما يعني يموج بظواهر غريبة علينا. الكلمة الآن لصاحب المعالي معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري ورائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة، فليتفضل. شكرا دكتور أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيسعدني أن أكون مع هذه القامات الإعلامية الإذاعية والثقافية والعلمية من المسؤولين والقائمين والعاملين بإذاعات القرآن الكريم. ولا شك أن الإضافة هنا هي إضافة تشريف، وقد قالوا إذا أردت أن تعرف عند الله عز وجل مقامك فانظر فيما أقامك، فهي إذاعات القرآن الكريم، وإضافتها إلى القرآن الكريم هي إضافة تشريف، ومن ثم فإن العمل جليل وهو خدمتك
عز وجل، ولا ينكر أحد على الإطلاق الدواء العظيم الذي قامت به إذاعات القرآن الكريم على مدار تاريخها في خدمة كتاب الله عز وجل، حفظا وتلاوة وتجويدا وترتيلا وتفسيرا وإيضاحا ومن كل الجوانب، ولا زالت تؤدي هذا الدور، ولا زال وسيظل بإذن الله دورها عظيما في خدمة كتاب الله عز وجل. ولكن الأمور تتسارع أقصى مما نظن، وهناك مزاحمات كثيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة وبخاصة وسائل التواصل، وما كان بالأمس كافيا ربما لم يعد اليوم كافيا. ويمكن أن نتحدث كما ذكر الدكتور أحمد، لو استرسلنا فيما قامت به إذاعات القرآن الكريم من خدمة كتاب الله لوجدناه عظيما، ولكن كما يقولون ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا، ويقول الآخر نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنع كالذي صنعوا. ودورنا ليس فقط في الحفاظ على ما صنعه العظماء والأفاضل ممن أسسوا هذه الإذاعات أو قاموا عليها في المراحل السابقة، وإنما أن ننظر نظرة تراعي ظروف العصر وواقعه ومستجداته. وإذا كانت الإذاعات التقليدية مسموعة أو مرئية، ربما يكون دورها ناقلا للحدث أو كاشفا له، كالإذاعات الإخبارية التي تبنى على نقل الواقع سواء بتصويره أم بتحليله، فإن دور إذاعات القرآن الكريم مختلف تماما، لأنها إن لم تكن صانعة للحدث أو للمنتج الثقافي فهي على أقل تقدير مشاركة في صنعه. يمكن للإذاعي في غير الإذاعات المتخصصة إذا ما أجاد وتمكن من اللغة وكانت لديه الموهبة الصوتية أن يؤدي أداء جيدا، لأنه مجرد قارئ للأخبار. صحيح تختلف من إذاعي لآخر بمدى إحساسه بالنص الذي يتعامل معه أو بمدى اقتناعه، وهل هو وطني مخلص لوطنه أو لمادته أو هو مجرد موظف، لكن الأمر مختلف تماما في من يعملون أو يقومون على إذاعات القرآن الكريم، فهو على أقل تقدير مسهم أو مشارك في صناعة المنتج العلمي أو الثقافي. والحقيقة نحن جميعا وعن قناعة في حاجة إلى قراءات جديدة وإعادة تدريب جديد على نمط جديد في كل فعالياتنا، ونحن نسعد وبيننا بعض أبنائنا الأئمة ممن تدربوا هنا في إذاعة القرآن الكريم على مهارات التواصل الإعلامي وأفادوا إفادة بالغة منها. قضايا التدريب تتجاوز الآن ما كان بالسابق. أنا على سبيل المثال حتى لا نطيل على حضراتكم، يجب أن يتحول الخطاب من خطاب التقليد والحفظ والتلقين إلى خطاب التحليل والنقد والتفكير العقلي. فمثلا عند أي نص هناك أسئلة تطرح نفسها، الأول هل قال؟ هل النص
الذي تريد أن تتحدث عنه نص ثابت؟ وبما أننا في إذاعات القرآن الكريم فالنص القرآني ثابت ومقدس وغير متغير كنص، فإن انتقلت إلى السنة فهل النص صحيح، حسن، ضعيف، درجات الضعف؟ وهل النصوص التي وردت في الباب واحدة أو أن بعضها يحمل على فهم، وإن كانت النصوص يوحي ظاهرها بشيء من التناقض، هل ستلجأ إلى الترجيح أو ستلجأ إلى الجمع؟ يبقى الجمع، من قال؟ النص الأول، هل قال؟ هل هناك نص؟ من قال؟ هل هو نص قرآني نتوقف عند قداسته وننتقل إلى مرحلة فهم النص؟ أو هو نص نبوي ودرجة صحته؟ وهل هناك نصوص أخرى كما قلنا؟ أو أنه كلام لصحابي أو لتابعي أو لفقيه؟ وإن كان لفقيه، هل هو مما يختص بزمانه أو أنه يصلح لزمانه وزماننا؟ وقد أكدنا في الكتاب الذي بين أيدي حضراتكم جميعا الفهم المقاصدي للسنة النبوية، يقول ابن القيم رحمه الله: من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب، أيا كانت الكتب بعد كتاب الله عز وجل، من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب دون مراعاة زمانهم ومكانهم وأحوالهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم فقد ضل وأضل. ونؤكد أن علماءنا الأوائل اجتهدوا لعصرهم وزمانهم ومكانهم في ضوء معطيات عصرهم، ونحن ننظر، فإن كان ما توصلوا إليه صالحا لزمانهم وزماننا فعلى الروح بوسعة ونشكرهم عليه، وإن كانت الظروف والأحوال قد تغيرت فكما تعلمون إجماع أهل العلم على أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، وما كان راجحا في عصر قد يصبح مرجوحا في عصر آخر، وما كان مرجوحا قد يصبح راجحا طالما أن القائل به من أهل الاجتهاد والنظر. فالسؤال الأول: هل قال؟ من قال؟ ماذا قال؟ تتعلق بالفهم. قد يكون النص ثابتا لا مجال على الإطلاق للحديث في ثبوته، ولكن القضية في تنزيله على الواقع. فمثلا لن نأتي عند الأحاديث وإنما إلى نص ثابت محكم طبقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم، فهو نص ثابت محكم غير منسوخ، وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى جاء جماعة من المؤلفة قلوبهم إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فاستشار سيدنا عمر بن الخطاب فقال: والله لا نعطيهم. كيف يا عمر؟ إنه نصيبهم الثابت بكتاب الله وقد أعطاهم إياه سيدنا رسول الله. قال: كنا نعطيهم ونحن قلة والإسلام ضعيف، أما الآن فالذل في إعطائهم ونحن أقوياء. فلم يقل أحد ولا يمكن لأحد أن يقول إن النص قد نسخ أو أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه عطلوا النص، وإنما هو نظر في المستحقين لهذا السهم، فقال: إن كنا نحن كدولة مسلمة أو كدول في حالة ضعف وهناك من نحتاج أن نتألفه فأصحاب السهم موجودون بطبيعة الأمر فيعطون سهمهم، أما إن كنا في حالة قوة ولسنا في حاجة إلى من نتألفه فأصحاب السهم ليسوا موجودين على الحقيقة فينتقل بسهمهم إلى غيرهم كما يتعامل في سائر
المستحقين أو في أصحاب الأسهم الأخرى. فهو قال نحن ننظر إلى الواقع، لم نعطل الآية ولم نعطل نصا، ولكنهم في حكم غير الموجودين، فكيف أعطي غير المستحق؟ فكأني لو أعطيتهم كمثلا من يقول سأجعل سأخصص سهما من الأسهم الثمانية لعتق الرقاب ولا رقابة موجودة. يعني واحد قال الآن قال أنا أوزع على الثمانية ولا بد من التوزيع على الثمانية، ماذا ستصنع في سهم وفي الرقاب؟ فإذا لم يوجد أصحاب السهم تم التحول بالسهم إلى غيرهم أصحاب الأسهم الأخرى. هذا هو فهم هذه الآية. أيضا هناك أمور، إذن الجانب الأول هل قال، هل هناك نص، من قال، ماذا قال، وهي قضية الفهم كيف قال. حقيقة أمس كان يعرض علي بعض الباحثين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتابا، احنا خرجنا أمس تقريبا 4 كتب في يوم واحد، موسوعة الفقه تضم 17 مصطلحا فقهيا وسيتم الإعلان عنها اليوم، بأمور هائلة حقيقة نحن نحتاج إلى إعادة قراءة التراث، لكن قراءة واعية وفيها جهد وليس قراءة سطحية. فكان يتحدث من ضمن النقاط قلته التقط سبعة أو ثمانية نقاط وألقي عليها الضوء. كان يتحدث عن الإيجار، ومثل من المصطلحات نحن في أظن الجزء 43 في مصطلح التاء، وما زلنا في مصطلح ألف باء تاء، وصلنا إلى الجزء 43 وما زلنا في مصطلح التاء ولم ينتهي. فكان يتحدث عن مصطلح تفريق، التفريق بين الزوجين، التفريق بين، فكان يتحدث عن التفريق في صفقات البيع والإيجار والمعاملات. فكان يقول هل يجوز في العقد الواحد أن يحدث فيه التفريق في بعض الشروط؟ نعم. قال مثلا لو أنك في قضية الإيجار وتستأجر بيتا لمدة 20 عاما أو كما يحدث في الإيجارات الطويلة، وأنت خشيت من أن المؤجر قد يعني يشاغبك أو يناكفك في نهاية العقد، يعني لو أنت قلت أنا سأؤجر هذه الشقة أو هذه الأرض 10,000 في كل عام، 10,000 الآن لها قيمة، قد تكون بعد 20 عاما لا قيمة لها، مما تجعل صاحب العقد أو صاحب الملك ربما يتحايل على فسخ العقد. فقال في هذا يتم التفريق بأن تجعل له أحد أمرين، وده اللي بيحدث الآن في العقود العصرية، إما أن تجعل الأجرة تصاعدية، أنا في العام الأول 10,000 وفي الثاني 15,000، فتجعل القيمة الأعلى في السنوات المتأخرة، وإما أن تجعل قسطا كاملا من العقد في السنة الأخيرة حتى تضمن عدم يعني ضعف صاحب الملك في أن يعود عليك بمشاغبة أو حيلة أو نحوه. الشاهد فيها أن هناك كنوز، ولكن نحتاج أن نتعب في قراءتها. ماذا قال في الكتاب الذي بين أيدي حضراتكم أيضا فهم المقاصد؟ هناك أمور إن لم تفهم في سياقها يمكن أن تؤدي إلى مشكلات واقعية. مثلا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحيا أرضا مواتا أو ميتة فهي له. لو أخذت بالحديث على إطلاقه دون نظر إلى معطياته وظروفه وملابساته، الآن في أي دولة من دولنا يأتي بعض مافيا الأراضي أو ويضع يده على آلاف الأفدنة ويقول أنا أحييت وفالي. ونحن الآن مثلا في الدولة المصرية الآن في تقنين أحوال وضيع اليد، يقول لك لا يا أخ بيني وبينكم كتاب الله، إذن يأكل الغني الفقير وعشر أو 20 من الأغنياء يبسطون أيديهم على الأرض العامة ويقولون بيننا وبينكم حديث رسول الله، من أحيا أرضا مواتا فهي له. هناك حديث آخر، من قتل قتيلا فله سلبه. هل الآن من أصعد دبابة أو مدلعة أو خرج في مواجهة جماعة إرهابية وحصل على سيارة ومحمول وسيارة محملة بالأموال مع أحد الإرهابيين، يقول أنا قتلت قتيل ولي سلبه، أخذ السيارة والساعة والمحمول والأموال التي معه، وبيني وبينكم حديث رسول الله،
إذا كيف ترد على هذا؟ نقول له هذا الكلام ليس جديدا، وإنما أيضا نحتاج أن نجهد أنفسنا في الاطلاع على تراثنا، لأن الجماعات المتطرفة قامت بعملية انتقائية تؤصل لقضايا الولاء والباء والحاكمية بمفهومها هي، وأنفقت أموالا ضخمة على تسويق هذا المنتج الفكري لتجعله في الواجهة، وغيبتنا عن قضايا كثيرة. في كتاب الإمام القرافي في كتابي الإحكام في تمييز الفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام تناول هذا بكلام مبهر. إحنا فقط في هذا الكتاب أخذنا كلام الإمام القرافي فقط وأعدنا صياغته بصياغة سهلة يسهل فهمها أو تقربها إلى أبنائنا من الأئمة والدارسين. قال ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وده تحت عنوان تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدولة. قال ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدولة تصرف فيه باعتبارين، باعتباره صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وباعتباره حاكما أو قاضيا أو قائدا أعلى القوات المسلحة أو الشرطة. لأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك عالم دين، نبي ورئيس دولة ونبي وقاضي قضاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وحاكما. فما تصرف فيه هناك ما تصرف فيه بمحض النبوة فقط كالعبادات والعقائد، ولذلك هذه لا خلاف عليها على أحد، وتؤخذ كما جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما أتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وليس لأحد أن يؤلف شيئا فوق الثابت، فهي من الثوابت. وإن كان حتى هذه الأمور تحتاج مش سبق أصل الصلاة وأصل الحج وأصل الصيام، لكن تفاصيل التصرفات محتاجة أيضا لقاءة جديدة، وهرجع لكم دي وأقول لكم أحدث كتاب طلعناه إيه عن الحج على سبيل المثال. فإحنا العبادات والعقائد في الأصل ثابتة وتؤخذ على أنها تعبد، وما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على سبيل التعبد، وهذا بينك وبين الله. أما ما يتصل بقيادة الدولة وأمور الحياة فتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين أو باعتبارين: بصفته نبيا ورسولا، وبصفته حاكما فيما يتصل بشؤون الحكم. فعندما قال من أحيا أرضا ميتة أو مواتا فهي له، تصرف بصفته نبيا وحاكما. لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبه وختمت النبوة والرسالة، فلم يعد هناك نبي يتصرف الآن بصفته نبيا من البشر، وإنما بقيت صفة أخرى: أن يكون المتصرف حاكما أو وليا للأمر. فنقول هذا تصرف فيه النبي بصفته نبيا وحاكما، فإذا ختمت النبوة بقي تصرف كونه صلى الله عليه وسلم حاكما، فهذا من اعتبارات ولي الأمر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم في الجزيرة العربية متعامية الأطراف، ويريد أن يشجع الناس على الصحراء ولا سيما على الزراعة في الصحراء، ولا سيما أن أهل مكة والمدينة كانت تأتيهم تجارات من خارج مكة والمدينة، فأراد أن يشجع الناس فكافأهم. طيب لو كان الآن هناك دولة من الدول في مثل الحال الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الحاكم أن يشجع أهل البلد على الزراعة، وقال من أحيا أرضا فهي له، فهو ذاك. إحنا الحكم لم يتحول إلى النقيض، وإنما تبقى الحالة. فإن بقيت الحالة المماثلة وراء الحاكم أن يشجع الناس على مثل ما شجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له. ولكن إن كان الأمر قد تحول في بعض الدول إلى ما يسمى بمافيا الاستيلاء على الأرض، وجاءت بعض الأشخاص تحت مسمى بعض الشركات ووضعت أيديها على مساحات هائلة هي حق للشعب كله، من حق ولي الأمر أن يقيد المباح للمصلحة، وأن يقنن ويقول لك أن القانون يعطيك 10 أفدنة، 20 فدان، يعطيك 50 فدان، لا يعطيك. أصبح هذا مما يتصل بشؤون الناس. الأمر الآخر: من قتل قتيلا فله سلبه. أنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وعندما نقرأ في كتب الفقه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الراجل سهما والراكب سهمين، سهم لا سهم يعطيه سهما له وسهما لفارسه، لأنه هو الذي كان يشتري الفارس
وهو الذي يقوم بتغذيته فكان يكافئ على ذلك، ولم يكن له مواتب ثابتة فكان يكافئهم بجزء من الغنائم. أما وقد اختلف الزمان وتحول الأمر وأصبح للجندي رواتب ثابتة من الدولة، فهي بدل أن تعطيهم قسطا وقسط الغنائم كان بدل هذا القسط أصبح له رواتب. فلا يأتي الآن من يستولي على دبابة أو مدرعة أو عربية أو سيارة مصفحة أو في طلعة إرهابي مواجهة الإرهابيين حتى على سيارة عادية ومتعلقات الإرهابي ويقول أنا قتلته فلي سلمه. ولو فتح هذا في هذا المجال لفتح بابا واسعا من الفتن، ويمكن لأي أحد يعني يجد في إنسان غنيمة يقول لك فرصة هذه الغنيمة، وأنت لا تضمن قوة النفوس وضعفها في جميع الخلق وفي جميع الأماكن إلى يوم القيامة. فجاء القانون لينظم أن هذا للدولة، وأن الدولة تعطيك راتبا أو جزءا من المال مقابل خدمتك لوطنك بنظام يحدده ولي الأمر. إذن النصوص المتصلة بتنظيم شؤون حياة الناس ينظر إليها أيضا حتى في العبادات. أنا أمس كان يتحدث معي أحد الزملاء هذا الكتاب أيضا، يعني احنا قلنا الأول من هل قال، من قال، لماذا قال، كيف قال، الفهم المقاصد اللي جاب قضية الموسوعة أمر هام جدا. هو بيجي في موسوعة الحديث فكاتب حديث باب البركة في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، فجاي ما يؤخذ من الحديث فكاتب من ضمن ما يؤخذ جواز لعن الكفار والمشركين. فأنا توقفت قلت له بعيدا عن مناقشة القضية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا سبابا ولا فاحشا، الحديث لب الحديث متوجه وعنوانه الفقهي البركة في صاع النبي ومده، فمن أين دخلت؟ في أثناء الحديث قال اللهم لعن شيبة وكذا يعني، لكن مقصد ده جملة عارضة ليست هي لب ولا نص ولا مقصد الحديث، مقصد الحديث شيء آخر. لهذا أخذنا عدة نماذج تطبيقية، هذه النماذج التطبيقية منها نموذج واضح جدا لا يمكن لأحد أن يجادل فيه كحديث السواك. هل العبرة بالأحاديث الواردة في السواك فقط بعين عود السواك المتيسر، أو بما تحدث به نظافة الفم وطهارته سواء يحدث بالمعجون بالفرشاة بالغسول؟ وهل نحن لا ننكر السواك ومن استخدمه فقد أصاب السنة، شريطة أن يحافظ على نظافته وألا يدعي أنه علامة الصلاح. بعض الشباب كما تعلمون عندما يضع قلمين وسواكين يظن أنه بذلك هو من الصالحين، وأن من علامات الصلاح والتقوى وجود السواك والأقلام المعينة بآلية معينة لتشير إلى أيديولوجية معينة، وأن من وضع هذا هو المتدين ومن لم يضع ذلك فليس بمتدين. هذا الكلام نقول له أنت تفهم خاطئا، بل بالعكس بعض الشباب الذي يضع السواك لو حللته طبيا وأنه لا يحفظه في جواب خاص ولا يقوم على نظافته ربما تجد فيه من البكتيريا الضارة أضعاف المصالح وأنه يضر ولا ينفع. فنقول له لو أحببت أن تستخدم السواك فحافظ عليه، وإلا فبأي وسيلة تتحقق القصد نظافة الفم وطهارة الفم تتحقق بالسواك الذي تحافظ على نظافته، أم بالغسول أم بالفرشاة أم بالمعجون أو بتحويل عود السواك إلى مادة معينة كمعجون الأسنان في بعض الشركات المتخصصة. العبرة بنظافة الفم وليس بقضية الآلة. أيضا حديث صحيح إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ بطرف ثوبه، إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ بطرف ثوبه. بعض السادة حضراتكم اللي معانا هنا اللي لابسين بدل وبناطيل يعني عاد، كيف ستأخذ بطرف البنطلون لتنظف مكان نومك؟ وهل أنت ملزم أن تلبس جلبابا فضفاضا حتى تطبق الحديث إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ بطرف ثوبه فلينفض؟ العبرة هنا ليست بطرف الثوب وإنما بتهيئة المكان. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب بطرف الثوب؟ لأنه كأنه يقول نظف مكانك
ولو بطرف ثوبك. يعني نظف المكان. الأمر الآخر شرح الحديث قالوا قد شيء آخر، لأنه قد ينظفه بيده فيصيبه أذن من شوكة أو نحوها ممكن، فقال طرف الثوب حتى، لأن بعض الناس كان ينظف باليد، فقال لك حتى لا تتعرض اليد للأذى نظف بطرف الثوب حتى لا تتعرض اليد للأذى. والأمر الآخر ولو بطرف ثوبك. نقول من شابهت حياته حياة النبي وأصحابه وكان يلبس ثوبا كثيابهم ويعيش حياة كحياتهم فلا حاجة عليه إن نظف بطرف ثوبه. ولكن الآن أصبح عندك منفضة كهربائية ومكنسة كهربائية، أيهما ستحقق الغاية من الحديث؟ لو كانت هذه المنافض أو المكانس الهوائية أو الكهربائية على عهد سيدنا رسول الله لحس عليها ولا دعا أصحابه إلى صناعتها، لأن الإسلام دين رقي، فالعبرة ليست بطرف الثوب وإنما العبرة بنظافة المكان. ولذلك مر الناس على جماعة متشددين وكان بينهم امرأة عاقلة، قالت من شيخكم؟ قالوا فلان. قالت كيف تأكل؟ قال أسمي الله وآكل بيميني وآكل مما يليني وأصغر اللقمة وأحسن المضغة، وكل هذا جيد وكل هذا إما من السنن أو المستحبات ولا إنكار عليه. قالت ما هكذا يكون الأكل. قال كيف إذن؟ أنا أقول لك آكل بيميني وآكل مما يليني، أسمي الله، صغر اللقمة، أحسن المضغة. قالت يا هذا كل حلالا وكل كيف شئت. لو واحد بالله عليك لو كان الأكل حراما وسحتا وقرأت عليه القرآن 10 مرات ما الذي سيفيدك من الأذكار والقراءة إن كنت تأكل حراما؟ طيب لو أنت حرصت على أن تطيب مطعمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ونسيت كل هذه السنن، هل أنت مؤاخذ بما نسيت؟ إذن القضية ليست في الحفاظ على مجرد الشكل وإنما في الجوهر. قالت له وكيف تنام؟ قال كالحديث الذي ذكرناه، آوي إلى فراشي فأخذ بطرف ثوبي فأنظف مكاني وأضجع على يميني وأقرأ أذكاري. قالت وما هكذا يكون النوم؟ قال إذن وكيف؟ قالت طهر قلبك من الحقد والغل والحسد والبغض وتحل بسلامة الصدر ونم كيف شئت. لو أن اثنين من اللي يقول لك يا أخي وإخواني والكلام ده، وقال يا أخي أخذ بطرف ثوبه شكلا والضجع، ثم بعد ذلك ماذا سنصنع في فلان وكيف سنعطل فلانا، هل هذا هو الدين؟ طيب لو أنه نام بسلامة الصدر ونسي حتى أن يقوم بهذا لا حرج عليه. إذن العبرة بالجوهر الأشياء. وفي يوم من الأيام بمناسبة الزي واللباس كنت أجلس إلى أحد السادة الزملاء مثل الأخ الكريم، وبعدين هو ألبس بدلة وأنا ألبس الزي. قلت له الناس عندما يرون بعض من يتسمون بزي معين يحسبونه على الإسلام، الإسلام ليس له زي معين سوى ما يسطر العورة ويراعي الذوق العام. كل ما يسطر العورة ويراعي الذوق العام فهو مشروع. فقلت له وزي الدكتور أحمد، قلت له والله أخشى يوم القيامة أن تخرجوا أنتم أصحاب السنة ويخرج أمثالنا أصحاب البدعة. قال كيف هذا؟ قلت له أنت عندما ترتدي هذا الزي البدلة العادية اللي هي بتأدي تسطر العورة وتراعي الذوق العام، أنت لا يمكن أن تدعي أن هذه البدلة هي الدين وأن هذا الجلباب اللي عليه ليس دينا، أنت تلبس عادة. ولذلك أقول لك ماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبس من جنس ما لبس به قومه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جه لقى قومه وجد قومه يلبسون بدل وكافتات وقال لهم الزي ده بدعه وانا هلبس جلابيه تانية، كنت تقول النبي انكر عليهم. لكن النبي وجد ما يلبس منه قومه فلبس كساس بالموجود عادات قومه. اذن الزي الذي يحقق سطر العورة ويراعي الذوق العام والعادات العامه فهو على السنه لا حاجه فيه. قلت له أنت لا تدعي أن اللبس الذي عليك سنة وأن الذي علي بدعة، فأنت قطعا لست مبتدعا. من يلبس زيا ويدعي أنه السنة وما سواه البدعة؟ يقول لك إحنا أصحاب الإيه؟ السنة. قلت طيب ها
هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حمراء بقطعة سوداء وبيضاء وكان لبس نفس هذه العمامة حتى أدعي أنها السنة؟ قال لا. قلت إذن لو أني استشعرت أن هذا الزي يحترم ولا يقدس كلبس هذا ليميز عالم الدين من غيره كما يلبس ضابط القوات المسلحة زيا ليميز أنه ضابط القوات المسلحة وكما يلبس الشرطي زيا ليميز في الطريق أنه ضابط الشرطة إن استوقفه وكما يلبس الطبيب في المستشفى فهو زي مميز لصاحب صنعة معينة لا يعطيه لا الجنة لا بالزي ولا بالشهادة ولا بالصنعة. وللأسف بعض الناس ممن يعملون في الحقل الديني سواء بقى في إذاعة القرآن الكريم أو في الدعوة أو خريج الكليات الشرعية ربما يتوهم أن هذا الفصيل هم أهل الجنة. ليس كلك إذا كنا نحن بتوع ربنا وبتاع الدين الجنة لا بالشهادة ولا بالوظيفة ولا بالزي، الجنة شيء آخر بينك وبين الله. إذن الناس لا يتميزون لا بشهادتهم ولا بوظيفتهم ولا بزيهم. فالزي يوم أن تظن أن هذا الزي هو السنة مع ده البدعة فهو أنت عين المبتدع. هكذا يجب أن ننظر إلى الأمور. لن أطيل على حضراتكم، لكن في نقاط مهمة جدا. هل ما قام به الخطاب الديني في السابق وما قامت به إذاعات القرآن رغم كما أشدنا وأكدنا أنها أدت دورا عظيما في خدمة الإسلام ولو لم يكن لها إلا أنها أسهمت إسهاما كبيرا في خدمة كتاب الله ولو نصا، فما لا يقول بذلك جاحد لدور هذه الإذاعات. ولكن لم يعد الوقت محتملا الآن أن نسير على نفس النسق وعلى نفس الضرب. الآن لابد أن نعيد النظر في كل مكوناتنا بما يتسق مع معطيات العصر. ما تم شيء عظيم في حينه وفي وقته، لكنه يقينا لم يعد كافيا لا في حيننا ووقتنا، وأصبحنا في حاجة إلى معالجات برؤية جديدة تعلي من المنهج العقلي النقدي الذي يعرض كل شيء على العقل. يعني على سبيل المثال كان حتى من ضمن الأحاديث رحم الله أن قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الإيه الماء. هل العبرة نص الحديث ولا العبرة بأني لو وجدت حيلة رقيقة؟ يعني كان لسه أحد الزملاء يقول لي لو هي مثلا تهتم بنوع معين من العطر أرش رشتين من العطر اللي هي بتحبه أعطيها بشرة، مش شرط إن أنا أجي جايب مية، يعني لأن النبي لم يقصد ذات الماء وإنما القصد هو إيقاظها للإيه للصلاة بالآلية التي طاها محببة إليها أو سهلة عليها لا أن تبغضها في الإيه في الصلاة، خاصة لو كانت في الشتاء مع الوزير. هختم بنقطتين وأطلب الحوار. كان دائما يقولون ودي أو يتهم الخطاب الديني بصفة عامة سواء بقى في إذاعة القرآن، إحنا كلنا في مركب واحد، يتهم بأنه مغيب عن الواقع وأن أحاديث المتحدثين في الشأن الديني تكاد يعني العبارات الدارجة أنها تنحصر في الحيض والنفاس والوضوء والتيمم وأنهم لا علاقة لهم بالحياة. لا، الإسلام فن صناعة الحياة، ولذلك هذا كتاب إحنا أردنا نعض به ردا عمليا على من يقولون أن الخطاب الديني مغيب عن الواقع. فمن ضمن الكتابات كان طبعا هذا الفهم المقاصدي في سلسلة كتابات عديدة، هذا الكتاب 50 خطبة في قضايا الساعة، 50 خطبة في قضايا الساعة ليس فيها خطبة. يعني في كتاب تاني هيطلع هذا الأسبوع إن شاء الله هو اللي حضر نجيب عنين. الكتاب الآخر اسمه خطب المناسبات، لا ننفصل بس خطب المناسبات بمعالجة عصرية، لكن الكتاب الخطبة الأولى أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع. يمكن لحضراتكم أن تناقش موضوع التخطيط كبرنامج إذاعي أو كحديث ثقافي، لكن أن تحوله إلى خطبة جمعة بما تتطلب خطبة الجمعة من أداء خاص فهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير، وخاصة أننا لا نعالج من زوايا سياسية وإنما نعالج من زوايا رؤية دينية. الموضوع الثاني مبدأ الحق مقابل الواجب. سيدنا عمر لما أراد أن يستعفي من القضاء
فقال لسيدنا أبي بكر: أريد أن تعفيني؟ قال: من مشقة القضاء يا عمر؟ قال: لا، ولكن لحاجة بي عند قوم عرف كل منهم الحق الذي له فلم يتجاوز، والحق الذي عليه فأداه، ففيما يختصمون. كل الناس يريد أن يحقق. يعني أنا كنت أسأل دائما، أقول حتى لعامة الناس، لو أن واحدا من الناس ذهب لقبض مستحقاته من البنك ووجدها ناقصة 100 دولار أو 100 جنيه أو 100 ريال، لا يمكن أن ينام حتى يعرف فيما خصمت. فإن ذهب وجد فيها زيادة فالقليل من الناس هو الذي يذهب كيف جاءت، وإنما يقول بعضهم: رزق ساقه الله إيه؟ ساقه الله إليه. مبدأ الحق مقابل الواجب، احترام النظام العام، مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر. يعني احنا كان معانا، كان لدينا مؤتمر قريب، كان مفتي أوكرانيا يقول احنا عندنا عدد المسلمين في أوكرانيا 5%، ويريدون أن يقيموا دولة ويحدثوا جيشا في شرق أوكرانيا ويقيموا دولة إسلامية، وهم معظمهم من الضيوف عليها. عهد الأمان السائح أو الزائر أو المقيم الذي يدخل بلدا ما بتأشيرة، هذه التأشيرة عهد أمان، ولو كان هناك اتفاقية بين الدول يدخل بدون تأشيرة فهذه اتفاقية عهد أمان. ثم أيضا المسلمون الذين يقيمون في دول غير إسلامية مجرد إقامتهم إعادة أمان بينهم وبين الدولة. وقلنا على الذي على المواطن أن يحترم عقد المواطنة، سواء أكان يقيم في دولة ذات أغلبية مسلمة أو دولة ذات أغلبية غير مسلمة، فعهد الأمان أو عقد الأمان عقد متبادل للمواطن وللزائر وللسائح وللمقيم، فله الأمان وعليه الأمان أيضا. الواجب، مفهوم الواجب الكفائي، تناول موضوعات تمس المجتمع. سأختم بنقطة أخيرة: كيف نفهم أو نوظف النص، فهم النص القرآني في خدمة المجتمع خدمة حقيقية كما قلنا في السنة. أمس تحديدا، أول أمس يوم الثلاثاء، كان لدينا ندوة هامة جدا حول رفع الوصمة عن المريض النفسي وأصحاب العهد. يعني عندما يبتلى الإنسان بشيء لا دخل له فيه، فيجب عليك، لا نقول أن تنظر إليه نظرة الشفقة إطلاقا، لا، نظرة الرحمة ونظرة الأخوة ونظرة الإعانة، وأن تشد معه بقوة ساعديك وأن تسعى معه بقوة ساقيك، وألا تنظر إليه نظرة سخرية أو نظرة احتكار أو نظرة استهزاء، وإلا فأين أنت من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. وقلنا في هذا الأمر أنزل القرآن الكريم فيه صورة كاملة، لو وقفنا عندها يمكن يأتي لبرنامج من البرامج يقف عند هذه الصورة، ربما كان البعض يمر عليها تفسيرا موضوعيا حرفيا أو موضوعيا أو دون إسقاط على الواقع. ويل لكل همزة لمزة، صورة كاملة. كون القرآن الكريم يخصص صورة كاملة باسم الهمزة، معنى ذلك أن هذا أمر خطير، خصص القرآن له صورة كاملة باسمه. ولكن الوقفة التي تلفت النظر: ويل لكل همزة لمزة. بعض المفسرين قالوا الهمز يتعلق بالفعل واللمز يتعلق بالقول، فلا تتعرض لصاحب العاهات أو لأخيك بما ينال منه لا فعلا كإشارة العين أو إماءتها أو نحو ذلك، ولا قولا. وقال بعضهم الهمز يكون في الوجه واللمز يكون في الظهر، والمعنى ألا تتعرض للنيل من أخيك لا قولا ولا فعلا لا علنا ولا سرا لا مواجهة ولا طعنا في الخلف. ولكن أهم من ذلك، وجدت أن اللغويين فرقوا، والكتاب الذي بين أيديكم الآخر من أساليب البيان القرآني هو قائم على هذه النكات
البلاغية في فهم الآيات القرآنية والفروقات اليسيرة بينها. وهضرب لكم مثالا واحدا أختم به. فقلت اللغويون يفرقون بين همزة بالفتح أو التحريك وهمزة بين همزة ولمزة بالفتح أو التحريك وهمزة ولمزة بالتسكين. فهمزة لمزة هو الفاعل الذي يقوم بعملية الهمز أو اللمز، والهمزة واللمزة هو الذي يقع عليه الهمز واللمز، فتقول فلان هزأ أي يستهزأ به، وفلان هزأ يكسر الاستهزاء بالآخرين. وقلنا الصحة نعمة وليس ببعيد زوالها، والمرض ابتلاء وليس ببعيد زواله. كم من صحيح قد كم من مريض قد تخطاه الردى فنجا، ومن الذي مات؟ ومات طبيبه والعود. كم من سقيم قد تخطاه الردى فنجا، ومات طبيبه والعود. احيانا، وهذا كان يحدث واقعا، بعض الناس يبقى في حاله صعبه في المستشفى، اهله والطبيب احله، تحدث حادثه بالسياره، هم الذين يموتون هو الذي يبقى. ده واقع أينه؟ ويقول الآخر كل الصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قادر على أن يعافيه ويبتليك. فقلنا احذر أن تكون همزة لمزة خشية أن يحولك الله إلى همزة اللمزة. إذا تجاوزت في حق الله هو القادر. هختم بالنقطة واحدة من الكتاب دي، إلى أي مدى عظمة القرآن وكيف يمكن أن نجعل يعني منه وسيلة عصرية للخطاب الدعوي، في قوله تعالى قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، سورة مريم 3 ليال سوية، وفي سورة آل عمران 3 أيام إلا رمزا. يقول لك لماذا عبر بالليالي مرة وبالأيام مرة؟ بعض اللغويين يقول لك هذا على سبيل التنويع، جيد، لكن كل شيء في القرآن الكريم كل كلمة قدمت أو أخرت أو ذكرت أو تم هي كانت لحكمة ومعنى. قالوا في أيام العرب، أيام العرب ولياليهم قمرية، تبدأ بالليالي، فنحن في رمضان نبدأ بصلاة القيام أولا، فنبدأ بالليل، الليلة الأولى من رمضان نصلي القيام، ثم يأتي بعدها أول يوم، فالليالي سابقة على الأيام. وبما أن الليالي سابقة، سورة مريم مكية وسورة آل عمران مدنية، فصورة مريم سابقة في الزمن والنزول على صورة آل عمران، والليالي سابقة على الأيام، فمراعاة للتناسب جعل السابق في الزمن للسابق في النزول، واللاحق في الزمن للاحق للنزول. شوف، جعل السابق زمنا وهو الليالي للسابق نزولا في صورة مريم 3 ليال سوية، وجعل اللاحق زمنا للاحق نزولا في صورة آل عمران. فهنا ما كانت هذه لتقوم مقام تلك، ولا تلك لتقوم مقام هذا. وفي هذا أخرجنا كتابا كاملا تحت عنوان المعادل اللغوي، وهو الكلمة التي تقع في القرآن الكريم موقعا لا يمكن لغيرها أن يسد مسدها، ولا أن يقوم مقامها، ولا أن يدانيه فصاحة ولا بلاغة لفظ آخر في موقعه. إن شاء الله أحد السادة الزملاء قال هذا الكتاب، إحنا إن شاء الله يعني بنعرض عليكم أمرين، وإن شاء الله سيكون لقاء مع الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية، والسادة رئيس طبعا قائم على إذاعة القرآن الكريم ورئيس الإذاعة، رئيس قطاع الإذاعة،
احنا يمكن ان نسهم معكم بامرين. الاول بتنسيق مع اذاعه القران الكريم المصريه وقطاع الاذاعه والهيئه الوطنيه، يمكن ان نمد حضراتكم لكل اذاعه بمكتبه كامله من لكل من يطلب. احنا نجعلها عشان ما نقولش احنا، من يطلب سنه نمده بمكتبه كامله من كل اصداراتنا العصريه التي يعني صارت الحمد لله تشكل ملامح مشروع فكري وسطي لا الى المتشددين ولا الى غيرهم، لا افراط ولا تفريط. فيمكن ان نجعل المكتبه كامله في مكتبه كل اذاعه ونرسلها سواء عبر مندوب لحضراتكم او عبر السفاره، سواء الطلبات تبقى هنا تسلم وتترك مع المسؤولين عن المؤتمر واحنا نوفيكم بها، او عبر السفاره المصريه حيث كنتم. الامر الاخر ان شاء الله نفكر مع الهيئه الوطنيه للاعلام ان احنا يمكن ان ترشح كل اذاعه اثنين من الشباب ونعقد دورة متكاملة 3 أو 5 أيام، ونحن نستضيف مستضافة إقامة وإعاشة في أكاديمية الأوقاف المصرية الدولية للتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، ولكن الجهة التي ترسلهم فقط ستتحمل تذاكر سفرهم، أما في الضيافة فيكونون في ضيافتنا مدة الدورة ونناقش معهم هذه القضايا. إضافة إلى المكتبة، نحن نرحب بحضراتكم جميعا ونتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لكم، وسعدت أن أكون بينكم هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيلسوف والعالم الكبير ورائد تجديد الخطاب الديني في مصرنا الحبيبة، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، معالي وزير الأوقاف. وها نحن معالي الوزير بين كوكبة من الإعلاميين من مسؤولي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وكعادتنا بمعاليك سعة الصدر دائما. الحديث مع معالي وزير الأوقاف يحلو ويطيب، ويعني دائما عندما نأتي لنسجل مع معاليه كل منا قبل أن يدخل المكتب ينظر إلى الكرافات، ينظر إلى البدلة، هو متهيئ وكذا، وعندما ندخل ونجلس بين يديه فكما استمعتم الابتسامة الطرفة، وينقلنا إلى عالم آخر مع العلم والفلسفة، وهذا هو العالم وهذا هو المفكر. معالي الوزير، قبل الجلسة طلب مني أن أبلغ حضرتك إعجاب السادة مسؤولي إذاعة القرآن الكريم في العالم الإسلامي بإلقاء معاليك للشعر، وهم لا يعلمون أنك أديب وشاعر أيضا. أترك الكلمة قبل أن نتلقى مناقشات الكوكبة الإعلامية التي معنا اليوم للأستاذ أحمد عبد الظاهر، فله أبيات شعرية يوجهها إلى معالي وزير الأوقاف. ربنا يكرمك. طبعا نشكر وشكرا جزيلا معالي الوزير على هذه المحاضرة القيمة التي استفدنا منها جميعا، فهي كانت فعلا بمثابة تنوير أيما تنوير. في رحاب التنوير تزداد رفعة حين يأتيك مختار جمعة. يا معالي الوزير، إنا بشوق لتنير القلوب حتى بشمعة، هذه الأوجه النضيرة جاءت تنهل العلم جرعة بعد جرعة، يرغب الناقمون إيجاد ثغر في جدار الأمان يرجون صبعة، فرأى بالصبعة بالسماحة تندى، إن بعض التفريق يرجوك جمعة،
إن فهم المقاصد اليوم أمر لازم للجميع يبغون نفعه. جوهر الدين تنفع الناس طرا ليس بالشكل، يصنع الشكل فرعا. هؤلاء الرجال صناع قول بإذاعات الهدى يجيدون صنعا. فاكشف الزيف، إنما الدين نور نور القلب فاكتسى الوجه رفعة. بارك الله فيك. شكرا أستاذ أحمد، شكرا. شكرا للزميل والمذيع والإعلامي الأستاذ أحمد عبد الظاهر بإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. والآن يعني جاء دوركم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدكتور علي المناصير، مدير إذاعة القرآن الكريم من الأردن. طبعا في البداية نرحب بمعالي الوزير ونشكر السادة الزملاء في اتحاد إذاعات الدول الإسلامية والزملاء كذلك في الهيئة الوطنية للإعلام أن مكنونا من اللقاء بمعاليكم، فبارك الله فيكم. شكرا جميعا. سؤالي لمعالي الوزير في طريق تجديد الخطاب الديني، ما الدور المنوط بإذاعات القرآن الكريم وبمسؤولي ومنتجي البرامج في إذاعات القرآن الكريم على طريق بيان وسطية الإسلام من خلال تعريف السادة المستمعين والمشاهدين في الوسائل المرئية بأن الإسلام الحقيقي الوسطي لا يؤخذ من ظاهر النص، بل لابد فيه من الغوص إلى أعماق النصوص الشرعية، سواء كانت واردة في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الدرر والجواهر في أعماق النص وليس يعني موجودة في ظاهر النص. فإذا قال الشاعر النيل عن اللغة العربية أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فإذا كان هذا هو حال اللغة العربية، فكيف حال النصوص الشرعية القرآنية والنبوية؟ ومعاليكم يعلم ماذا جرت على الأمة من ويلات مسألة الوقوف على ظواهر النصوص من احتلال الأوطان وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وما إلى ذلك من ويلات، جرها علينا مسألة التمترس على ظاهر النص وعدم الغوص فيه. كيف لي أنا كمنتج في إذاعة القرآن الكريم أن أقوم بعملية إقناع للمجتمع بأن الإسلام ليس هو ظاهر النص، ليس هو مظهر، وإنما هو جوهر؟ تفضل. ظاهر. أولا بشكر حضرتك على هذه الرؤية، وأن تقريبا يكاد يكون لدي ما يصل اليقين أن كل الزملاء الحاضرين من مسؤولي الإذاعات يشاركونك هذا الرأي يقينا، ولكن احنا نحتاج الى 3 نقاط لنفعل هذا الكلام. الحقيقه احنا نحتاج جميعا كلنا ان نعمق اكثر مما نحن عليه من ثقافتنا. وانا ضرب لكم نموذج، كان مره لي احد الاساتذه الافاضل استاذي، وكان عالما فاضلا ومخلصا، ولكنه كان قد شتت نفسه في اعمال كثيره، وأنا كنت يعني معيد وهو أستاذ، فقال لي يا فلان ما رأيك فيا؟ رأيك فيا إيه؟ قلت له أصدقك القول. قلت له أنت بالقياس إلى زملائك أمر طيب وتؤدي عملا رائعا، لكن كان ينبغي أن تكون أفضل بكثير مما أنت عليه، ولو أنك انقطعت لرسالة العلم لكنت علامة فيها. فإحنا كلنا وأنا أقولكم بنحتاج نجهد أنفسنا في قراءة الكتب وإعادة القراءة الجديدة لها على بصورة أوسع. حضرتك كلمت عن مقاصد شيء هائل جدا، ولكن إحنا محتاجين. في أحد الشباب معنا زميل فاضل وإمام من الأئمة الحسنة على الدكتوراه، عندما أخرجت الجزء الأول الذي بين أيديكم ذكرت فيه 6 نماذج فقط من السنة النبوية لفهم المقاصد التطبيق. قال لي خلاص أنا سهل، قال لي أنا معجب بهذا الكتاب فأنا هعمل الجزء الثاني منه. قلت له توكل على الله. بعد 2 أو 3 أسابيع عاد فقال لا، أنت كما يقولون جنيت
يعني ظهر القفص واخذت انا يعني ليه؟ لان مساله الغوص والتعمق والبحث عن النظائر محتاج منا جهد اكبر. ادي الاولى يعني نطلع التفاصيل. التنظير المقاصدي هايل، وتقريبا الجزئيه دي اصبحت حضرتك اتكلمت عليها مطلبا ملحا لا غنى عنه لنا جميعا. بقي علينا ايه؟ ان نبرهن عليها بتفاصيل تقنع المستمع. انا ممكن اتكلم كلام علمي هائل هائل. يوم ان تحدثت وفي خطبه الجمعه اخترت حديث السواك، ليه؟ العامي والبسيط والمتعلم والمثقف يستطيع ان يفهم. فنحتاج ان ننزل بلغه عربيه ميسره، وهذا ليس امرا سهلا كما تعلم، ان انا ايسر اللغه للعامه. هذا جانب. يبقى انا محتاج احنا نشتغل على انفسنا كلنا. الجانب الثاني وده الاهم، اني ده كان موجود في الخطابه مش في الاذاعه بس، هناك بعض الخطباء هو موظف، كل ما يعنيه ان انا خطبه الجمعه اؤدي الخطبه واطلع وادي الوظيفه. وبعض الناس صاحب رساله، التركيز على اصحاب الرسالات اللي هو مهموم بهم امته وبهم دينه وبهم وطنه. الأمر الثالث الانتقاء في الاستضافات، وننتقي الوسطيين الحقيقيين. والنقطة الأهم أن نطهر كل مؤسساتنا الدينية الثقافية من المؤدلجين لحساب جماعات أو تيارات، لا أن يكونوا ضيوفا ولا أن يكونوا مسؤولين على رأس العمل، حتى لأن هذه الجماعات ولاؤها لطياراتها ومصلحة الجماعة فيها فوق مصلحة الدولة ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة والدين. وأخطر شيء العالم المؤدلج، لأنه يعمل لحساب الجماعة لا لحساب الرأي الديني العام. فيجب أولا نجتهد. حاجة الأهم بقى، إن كل إذاعة تفتح مجالا للشباب وتدفع بهم إلى التدريب والبحث. يعني أيضا ندفع بدماء على الأقل ببرامج تدريبية. ودايما إحنا يمكن الزملاء موجودون معنا من الأوقاف، إحنا الآن إلى أعلى مستوى وفي كل المستويات، لا ارتقاء لأي منصب إلا بمقابلة أو اختبار، وكل فترة مسابقات، ولا حرج في كل مؤسسة أن تعالجه بالطريقة التي تراها، إنما تقديم الكفاءات، مجالات التدريب. صحيح يمكن ربما جيل الكبار وقدر على تطوير نفسه بنفسه، لكن لابد كل إذاعة تضع برامج تدريبية تتجاوز التخصص. أحيانا بنركز على العلوم الشرعية والعربية فقط، لا يمكن لأحد على الإطلاق إن هو ينجح في عرض علوم الشرعية دون أن يلم بواقع الناس ويكون لديه اطلاع. وده الذي نصنعه في الأكاديمية الآن. احنا لدينا مجموعة كل شهر بيجي مجموعة هنا بيتدربوا على ايدي الزملاء في إذاعة القرآن الكريم والهيئة الوطنية للإعلام على مهارات التواصل الإعلامي من الأئمة. في مجموعة بتدرب مع وزارة الاتصالات في برامج الحاسب الآلي. في محاضرات في علم النفس والحضارة والتاريخ. في مجموعة بتروح أكاديمية ناصر والرقابة الإدارية تتحدث في مفاهيم الأمن القومي. احنا يمكن كان أحد الزملاء هنا في احد البرامج تكلم عن الحرب النفسيه، واحنا قلنا زمان كانت الحروب تقليديه، وكانت الجيش يقسم الى 5 اقسام، المقدمه والمؤخره والميمنه والميسره والقلب، ولذلك كان يسمى الجيش خميسا، ويقول المتنبي خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفي اذن الجوزاء منه زمازم. لم يعد تقسيم الجيوش كما كانت، بل عادة الحرب النفسية والأمن السيبرالي هو في مقدمة الحروب، وعادة حرب المعلوماتية والفكرية والنفسية. ويمكن كان أحد ذكر وبالدلائل والوثائق أن من يدير تويتر الشرق الأوسط هو ضابط في وحدة الحرب النفسية بالجيش البريطاني وفي الوحدة 77. فأصبحت وحدات الحروب النفسية. لماذا؟ لأن الآن العدو لا يريد أن يلجأ إلى المواجهة المباشرة، يريد أن يهزم عدوه نفسيا قبل هزيمته عسكريا، كما حدث أيام التتار. فعندما وجدوا
إذا أتوا إليه وجدوه صيدا سهلا. فهناك يجب أن تكون هناك برامج مع الجهات المتخصصة في الأمن القومي، مع الجهات المتخصصة في الأمن القومي، في الأمن السيبراني مع الجهات المتخصصة. خلي بالك أحيانا، خدوا بالكم، كل إذاعات القرآن الكريم وكل أعمالنا مراقبة، مراقبة لصيقة، ويمكن أن يتم تحليل بياناتها ليستفاد بها مخابراتيا. وكلمة المخابرات لم تعد زمان فقط كجاسوس يصور ومعه كاميرا، لا، ده في أجهزة، ما ينشر على المواقع، ما ينشر في الصحف، كل ما يقال هو موضع تحليل. فما يبث، حتى ما يبث مضمونيا من الإذاعات تستفيد بها أجهزة المخابرات، مما يجعل الإنسان يجعل إن الكلمة ليست قضية سهلة، وإن ولادنا إذا لم يدركوا التحديات المعاصرة والحروب العصرية، وإن إحنا دخلنا في حروب الجيل الرابع والخامس وما بعد الجيل الخامس الآن، يبقى إحنا بنصح التعود حضرتك إحنا نجتهد على أنفسنا، لا نسمح للمؤدلجين المنتمين للطيارات بأن يعتلوا المنابر الفكرية الدينية الثقافية فيسوقونها لصالح جماعاتهم، نجتهد بتدريب الشباب ونوسح لهم مجالات، وعلى الأقل نعمل كل إذاعة مثلا كل شهر تعمل جلسة عصف ذهني في قضية ما هنعملها المرة دي في الأمن السيبراني أو الحروب النفسية، نجيب خبراء ونتناقش. المرة التانية نعملها في علم النفس الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية، ونجيب ناس ونخرج من دائرة الثقافة الدينية البحتة إلى الثقافة الدينية الأوسع. شكرا جزيلا. سعادة الأستاذ الدكتور حسن سليمان، الأديب والمحاضر ورئيس إذاعة القرآن الكريم من القاهرة السابق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير، سعداء جدا بهذا اللقاء الطيب وبهذه المعلومات القيمة من خلال هذه المحاضرة العظيمة التي جعلتنا نقف إلى طريق كله تعقل مع الكلمة. وحقيقة جعلتنا جميعا نحاول أن نتبصر في كل كلمة، وأن نجعل من مضمار ما نسمعه من آيات الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة لأن نعمل العقل فيه، وكما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة. هؤلاء أعمالا للعقل وهؤلاء التزاما بالنص. ولكن من خلال اللقاء الجميل الذي استفدنا منه هذا اليوم، في بداية المحاضرة تفضلتم بأنه لا بد أن تكون قداسة النص هي المقدمة، ودائما نجعل من أعمال العقل فيها يعني طريقا ليس بالكثير، وإنما حينما ننظر إلى النص النبوي فيمكن أن نؤول فيه أو نبحث عن الزمان الذي يقال أو الذي يستخدم فيه هذا النص. فبعض الضيوف أو بعض اللقاءات يقولون: كيف نوفق بين هذا الكلام وبين وما ينطق عن الهوى؟ هذا سؤال. الاستفسار الآخر، وهو حينما تطرقتم إلى مسألة المؤلفة قلوبهم، وقلنا بأنها عطلت في عهد الخليفة، حينما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء والطبع وقال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، والطبع ورمل ممن خلعت فيه قلوب قريش وقالوا: هؤلاء الذين تقولون إن حمى يثرب قد وهمتهم إنهم لا ينفرون كما تنفر الظباء. وجاء في زمن سيدنا عمر وقال البعض: هؤلاء كنا نخيفهم، فمن نخيف اليوم؟ فأثبت سيدنا عمر بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتبع في إلى نهاية الزمان. فكيف نعمل العقل؟ هل يجوز لنا أن نعمل العقل في هذا الأمر كما عملناه في مؤلفة قلوبهم؟ وشكرا معلوم. شكرا دكتور حسن لحضرتك،
وللدكتور احمد عبد الظاهر وللسادة الحضور جميعا ان احتملتمونا هذا الوقت. اولا سقوط النص كما قلنا سواء في القرآن الكريم واحنا الكتاب الذي بين ايدي السادة الزملاء فيه مقال او موضوع تحت عنوان الثابت والمتغير والثوابت لا تمس. وقلنا ان جزء الخلل يأتي من عدم التفرقة بين الثابت والمتغير، أو إنزال الثابت منزلة المتغير، أو إنزال المتغير منزلة الثابت. فالثابت ثابت وهو النص القرآني وما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وهذا تفريط نقف له بالمرصاد. وأنتم تعلمون دائما أننا نؤكد أنك لن تستطيع أن تقضي على التشدد وأن تقتلعه من جذوره ما لم تواجه التسيب والانحراف بنفس القدر والقوة. ولأن التسيب والتشدد كلاهما يتغذى على الآخر فهما نقيضان يتعاضدان. فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت لا يقبله مسلم. وفي المقابل إنزال المتغير منزلة الثابت يعني هو عين الجمود والتخلف والرجعية. النبي صلى الله عليه وسلم نص ثابت وما ينطق عن الهوى لا ينطق إلا حقا. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه ثابت فهو حق. والحقيقة دكتور حسن هخرج إن شاء الله إحنا الكتاب النهاردة ذهب إلى المطبعة كتاب يمكن فقط أنا ملخص فيه أعمال الحج والعمرة تحديدا. الكتاب كان أصلا عبارة عن ما وراء المناسك، يعني ما وراء الرمي، ما وراء التلبية، ما المفهوم الحقيقي للتلبية. هو كان جوانب إيمانية وروحية حول مناسك الحج، ولكن أريد أن أقدم له بمقدمة عصرية جاءت في نحو 8 صفحات فقط فيها جزء باللي حضرتك بتقول عليه. وهو أولا قبل ما أدخل الجزئية دي عشان هختم وممكن يعني عشان ما نسقطش حضراتكم، أنا في نقطة مهمة جدا حضرتك قلت نقف عند النص القرآني كل كلمة. أنا شخصيا أتأثر إيمانيا ووجدانيا وانفعاليا بالنص القرآني أكثر مما أتأثر بأي خطيب في الدنيا مهما كان، لأنك خاصة من كانت خلفيته لغوية وهو قادر على فهم النص لغويا لا يمكن لأي حديث آخر أن يحدث له إقناعا أو إشباعا روحيا أو نفسيا مثل ما يعطيه النص القرآن، لأنك تأخذ يعني الأمر كما أنزل من رب العالمين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن رزق قدرة على فهم النص، وأظنكم جميعا كذلك بحكم طبيعتكم في إذاعة القرآن، كل من يسمع ولا سيما إن سمع القرآن من صاحب صوت الندي فلا شيء يعادله في التأثير. ولذلك مجرد الأصوات الحسنة في قراءة القرآن هي رسالة دعوية كبيرة جدا جدا. يعني لا تظن أن الأمر يقف عند فقط التفسير أو تحليل النص، وإنما الدور الذي تؤديه إذاعات القرآن الكريم باختيار الأصوات الحسنة هو دور شديد الإيجابية في تهذيب النفوس وترقيقها وعلاقتها بالله. وزي ما قال الشيخ الشعراء رحمه الله، نص القرآن معجز يتعدى إلى العامة والخاصة، كل إنسان يتلقى منه بالقدر الذي أراده الله له. تجد كل أحد قد يكون إنسان عامي ليس له لا في اللغة ولا تعلم أمي، لكن تجده متفاعلا بروحه مع القرآن الكريم، ودي من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. الأمر الذي نريد أن نركز عليه أيضا ونعطيه حقه قضية الابتهالات الدينية، على أن ننتقل مبتهلين المتقنين لغة وفهما، لأني جت مما أخذ من ابتهال في فترات سابقة ربما خارج إذاعات القرآن الكريم، لكن على المستوى الشعبي أن بعض المبتهلين تجاوز الأصول الشرعية إلى ما لا يقبل، بل إن بعضهم ربما اقترب من جوانب تمس العقيدة أحيانا بمبالغات غير مقبولة. لكن عندما ننتقل منشدين أصحاب المواهب وننميها ونعينهم ونقدم لهم نصوصا جيدة، يمكن أيضا هذا أن يسهم في التهذيب ويكون من الدعوة غير المباشرة، وأحيانا الدعوة غير المباشرة تكون أكثر تأثيرا من الدعوة المباشرة.
الكتاب الحج انا عملت فيه حاجتين، حاجه مهمه جدا تقريبا في صفحه ممكن اليوم يا قرا فتاح حد يبعت لك صفحه، بس صفحه واحده اللي هي او خمس صفحات خلاصه اعمال حج والعمره، لكن يطبع صفحه ما يفسد الحج ولا يجبر تركه بدم. انا عملت حاجه واحده، الراجل احيانا في الحج تحدث فتاوى كتير جدا، ممكن لو واحد كف مثلا لم يبت بمنى، واحد خد له بالراي اللي قال عليك دم وطلع الراجل اخرج دم حتى ان اخطا في هذه الفتوى، فانا حرج عليه، الراجل راح يحج عمل 500 ريال زياده حق هدي، يعني خير وبركه. ولو واحد خد له بالراي الذي ليس عليك دم وبعدين الراجل جه لا حرج عليه. طب حتى لو جه وحب ياخذ يعني بالراي يبقى السنه الجايه يبعت الهدي ما عندوش مشكله، لكن الخطوره انك تقول له حجك باطل او حجك ليس بايه حج وذلك جيت العمره ممكن تلاقي اسئله ضخمه، رحت عامل سطرين وخلاصه الامر بعد النيه، خلاصه الامر بعد النيه ان العمره تقوم على الاحرام من الميقات والطواف والسعي والحلق وما يصاحب ذلك من السنن والمستحبات. يعني انت لبست ملابس الاحرام طفت سعيت حلقت، يجي بقى يقول لك صليت خلف مقام سيدنا ابراهيم نسيت الصلاه شربت من زمزم شربت الاول اخرت، مش هتقول له حق. انت ما شربتش ما صليتش خلف مقام ابراهيم يبقى ما عملتش عمره، انت صليت فين؟ ده انت كنت صليت في الناحيه الثانيه. فحبيت اقول له كانه بقول له احرام طواف سعي حلق او تقصير مع ما يصاحب ذلك من السنن والايه والمسحب، يعني الباقي لو انت عملت دول ولم تقم باي شيء اخر فلا حرج عليك. جينا في الحج بقى حبيت اقول للراجل عشان ولادنا في الفتوى دول فقط اللي انت وانت رايح تحج تبقى حريص عليهم، انك انت لو ما عملتهمش حتى قولني ايه هناك ما لا يجبر تركه بدم ان ترك ولا فعله بدم ان فعله. زي ايه؟ خمس حاجات اقول له الوقت. احفظ دول والباقي في مجال متسع للكلام. اولا الوقوف عرف، وقلت الوقوف عرف ايه؟ في وقته المشروع. وقت المشروع بقى خد الرأي اللي يعجبك، اللي في بعض الآيات تقول يمكن ان للمتعجل او لاصحاب الاعذار ان ينصرفوا قبل غروب الشمس، في رأي تاني قال لا لابد ان تقف قبل الايه قبل غروب الشمس وقتا بعد غروب. انا قلت لا خذ بالمذهب، قلت لكن لو تركت الوقوف بعرفه تماما على جميع المذاهب في وقت المشروع الحج عرفه. اثنين طواف الركنين لا يتم الحج الا به مع تفصيل فيما يجب على الحج بعد ذلك. رحت ما طفتش طواف الافاضه حجك لم يتم مع تفصيل بقى هل حجك فسد ولا عليك بدنه ولا تمديك العرفه ولا تمديك الحج عرفه حجك فسد ولا تيجي السنه الجايه ولا تفضل محرم وترجع. لكن في النهايه لو انت ما طفتش طواف الركن حجك لم ايه ما تقدرش تقول حجك تم. السعي بين الصفا والمروه عند المالكيه والشافعيه والحنابله، اما عند الاحناف واجب يجبر تركه ببدنه. قلنا بقى يمكن الاخذ براي الاحناف عند الضروره كمن طاف وبعد الطواف فاجاه مرض مقعد فجاه هو بعد ما طاف الهبوط ومشي دخل المستشفى، زي مثلا سنه الرافعه الراجل طاف الطواف وجات الرافعه الراجل اصيب وما قدرش يكمل، يبقى في الحاله دي تاخذ راي الاحناف. والجماع قبل عرفه اجماعا وبعد عرفه فيه تفصيل. لكن جيت بقى في نقاط مهمه وانا جاي. انا اول سنه رحت عملت عمره كنا حافظين كتب الفقه حافظينها قبل ما اروح. الناس اللي معايا قالوا لنا اعمل لنا كتاب، اعمل لنا كتاب عن الايه؟ عن العمره. وده كان اول كتاب اعمله في الشان الديني، وتقريبا ده كان سنه تحديدا كده مثلا 92. انا كنت اكتب في تخصصي كان اللغه العربيه والادب، كان اول كتاب الفه في دراسات الدين كتاب فضل العمر والدليل المعتمد. ولكن لما رحت هناك انا عمال اقرا في الكتاب الطواف ويبدا عند الحجر الايه؟ الاسفل، وانا اللي اعمله من الكتاب. لكن اول ما دخلت
والزحمه موجوده يا اخوانا، وفينا حاجه يا سعد. ايوه اي واحد هو اول مره إيه؟ هو ما انت عندك الركن اليماني والحجر الاسعد والناس زحمه. ما هو يا كابتن انا اللي جاب الكتاب يبدا من عند الحجر الايه؟ طب اول ما رحت انا اخوانا اول ما دخلت عزمنا اين الحجر الاسعد؟ الكتاب معايا بيقول الحجر الاسعد بس ما قاليش فين؟ قالوا لي انت عندك الضلع الاخضر اللي هناك ده. فرحت كاتب ادي ايه؟ في الكتاب ويبدا من عند الحجر الاسعد المشار اليه بالاضاءه الخضراء في صحن النظافه. يبقى الراجل لما يروح مش محتاج يسأل حاجة، لما الايه الخط تقول لك لما بين الميلين ده بالله عليك وانت في الصف اللي محدش قبل كده هما فين الميلين ده مستني عامل ايه مش هيلاقي حاجة. فاحنا كاتب المظلة فوقه بالإضاءة الخضراء في ايه في صحن في جنب المسعى. طيب نقطة تانية الأهم بقى، لو انت اكيد في كل كتب الفقه القديم والحديث يقول لك بعد الطواف وانتوا حضراتكم يعني اكيد فضل الله كلنا حجينا او معظمنا يعني، يقول لك بعد الطواف كل كتب الفقه القديمه ياتي زمزم فيتوضا ويصلي. فين اللي هتتوضا منين دلوقتي؟ فين زمزم؟ حد يسمع حد هيسمح لك تتوضا جوه الحرم ولا عباد؟ اين كان زمزم زمان؟ انا اول مره حجيت كانت في 98 كانت تنزل تحت وتتوضا وتنزل فتبدا تتوضا من زمزم. اين ستتوضا؟ ويعني حاجه ثانيه ده انت عشان تشرب من زمزم في ايام طواف الافاضه لو انت خدت الترتيب اللي موجود في كتب الفقه دلوقتي يا دكتور حسن خدته اللي في كتب الفقه وطلعت تشرب مش هتعرف ترجع تاني. فانا قدمت الصلاه خلف مقام سيدنا ابراهيم على الشرب من زمزم، لانك انت لو طفت وحبيت تطلع هتقعد بقى كم آلاف مئات الآلاف طالعة عشان تشرب وترجع، وممكن تطلع انت عشان تشرب وتعرف ترجع تاني. يبقى قلنا ايه؟ يبقى اول خطوة وبعد الطواف يصلي خلف مقام سيد ابراهيم. تتخيل الملايين دي كلها عايزة كلها تيجي على الحتة النصب وتصلي تهلك بعضها. لو انت طالع من عند الحجر الاسعد عشان تروح خلف المقام وترجع لو معاك حد كبير السن ممكن ما ترجعش ليه. فقلنا ايه؟ فيصلي فينتهي من الطواف فيصلي خلف مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام او فيما تيسر من المسجد الحرام. مش شرط ان انت وبعدين ولما تصلي خلف مقام سيدنا ابراهيم الناس عايزه تصلي خلف النصب خلف المقام، لا، وانك في الجهه الواقعه بين الحجر الاسعد وحجر سيدنا اسماعيل او ما تيسر. يعني انت وانت طالع صلي في اي حته اولى من الايه من الازعج. ثم يأتي زاد ثم يشرب من زمزم حيث وجد في المسجد أو المسعى. أنت تشرب من أي حتة بعد كده، لكن لو أنت مشيت على الترتيب اللي في كتب الفقه إنك تنزل تتوضأ ده خدناه منين يا دكتور حسن؟ افعل ولا حرج. لأن إذا كان في الفرائض أو في الواجبات كان النبي بيقول له افعل ولا إيه؟ ولا حرج. ده بيت ده كونك تشرب الأول ولا تعمل تصلي الأول اعمل الأيسر اللي فيه ايه؟ قضايا الناس. يصلي خلف مقام ابراهيم او فيما تيسر من المسجد. احيانا بعض الناس ياخد كتاب الادعيه وكان الدعاء قران، ولعلمك اللي ماسك الكتاب ده هو غالبا بيبقى زينه في الكتاب مش في القلب. فقلنا يعني اللهم زيد هذا البيت تشريفا او ما تيسر له من الايه؟ ادعي بقلبك مش بالحفظ. فقلنا يصلي خلف مقام سيدنا ابراهيم او ما تيسر من المسجد، ثم يشرب من ماء زمزم من اي مكان وجد في الصحن او في ايه؟ او في المسعى. احنا في امور لا يتعد بنلتزم بها زي ما انت قلت. النقطه الاخيره بقى يا حسن، الجزء في العبادات فيها جزء توقيفي وجزء قابل لمساحه العقل. الجزء التوفيق احنا بندافع انما خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى الطبع من الطبع. دي بقى ليه؟ في بعض الاسرار قد نعلمها وبعضها والا تقول لي بقى ليه نبدا بالحجر الاسعد ما بنبداش بالركن يعني. ففي هناك امور في العبادات كنا في مجال الحياه سواء بقى اداره الدول او الجوانب العصريه فيها متسع لاعمال العقل، لكنها هكذا وضع الاسلام لها القواعد العامه ولم يضع التفصيلات. اما لو توسعنا في العبادات
دخلنا بها من مضمون يعني. فبنيجي عند العبادة، الجزء الذي لم تتغير ظروفه خلاص بالقديم لا يضرك أن تضرع في المسعى، لأن ده مش هيترتب علينا مزحمة. لكن الجانب التاني أقول لك ابدأ بالصلاة أو ابدأ بماء زمزم أيهما بدأ، لأن العصر تغير الإيه؟ لذلك قلنا الكتاب يراعي التطورات التي أقرتها المملكة العربية السعودية حديثا في الحرب والمسعى، واسعى في أي دور شيء. وبالمناسبة أخذ النقطة بقى مهمة، لو احنا فهمناها صح أن في العبادات دي بالذات قضية السنة والبدعة دي قضية مضطربة لدى كثير من الناس. سهل، خلي بالك سهل قوي على واحدة بدعة حرب. البدعة بمناسبة بقى الانطباع وبمناسبة الانقضام أو بمناسبة إن أنت تأتي في مكان وخذ منه ما تيسر، لكن لو طاب زحمة نتيجة تهلك الناس. إذا في حاجات تغيرت وحاجات ما تغيرتش، ما كان لم يحدث ما يدعو للتغيير نسبه كما تعلمناه من سيدنا رسول الله. فإن كان هناك موجب للتغيير أخذنا منه ما تيسر بما يقضينا من سنة سيدنا رسول الله. قال إيه في البلعة؟ ويعني لو حضراتكم أكزنا دي لأن دي فاصل أفضل تعريف قائده باعتبار المناطق جامعة المانعة كما يقولون، هي كل أمل، هي كل أمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هي كل أمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف شباب الجامعات المتطرفة يقف عند دي، يبقى النبي ما كانش في الشوكة ما يكونش في الشوكة، ما يلبسش ساعة ما يلبسش ساعة، ما يركبش عربية ما يركبش عربية، كده بقى كل أمر يتخلى لو خلى عبد الله. لا، كل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. زي أوضح مثال تقدر تمثله للبدعة، الأذان للعيدين، الأذان يوم العيد بدعة، صلاة العيد بدعة، الأذان عفوا تحديدا لصلاة العيد بس في يوم العيد بنأذن وقت الصلاة، الأذان لصلاة العيد. لماذا؟ أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، المقتضي إيه؟ من عيد الصلاة، صلاة العيد. فلو كان الأذان يقتضي، لو كان العيد يقتضي أذانا لأذن، هل هناك ما يمنع؟ لا، بدليل إن كان بيأذن للفجر والظهر والعصر، فالمقتضي الصلاة وجد على عهد النبي، والأذان كان بيتأذن في باقي الصلوات ولم يكن هناك مانع. هي كل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الإيه؟ المانع. فإن لم يكن المقتضي قد وجد على عهد النبي واستجد بعد ذلك كجمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر وسيدنا عثمان، يبقى ليس ببدعة، لأن لما وجدوا القتل استحاض في القراء. زي مثلا لما في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث حتى لا يختلط شهر القرآن، فلما جمع القرآن لم يجدوا حاجة في كتابة الحديث، استجد زي سهم المؤلفة كلهم قوي الإسلام. يبقى المقتضي إذا استجد السبب بعد عهد سيدنا رسول الله، السبب اللي أنت هتاخد عليه لم يكن السبب لم يكن موجودا، فابحث المسألة وليس ببدعة. اتنين، إن حتى السبب كان موجود زي ما قلت لك كجمع القرآن، لسه القرآن بينزل في أمور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تعطي المؤلفة قلوبهم لأنه ما زالوا يعني في حاجة إلى التأليف، مع وجود المقتضي وانتفاء الإيه؟ المانع. فإذا زي ما أقول لك حاجة زي مخصصة بالأمور التعبدية، أما ما عدا ذلك فهي طبعا في مجال زي ما قلنا في سوالف، ففي السوالف تقف عندها في المتغيرات نأخذ منها بالقدر الذي يعني ايه نضطر اليه. ولذلك احنا قلنا عملنا كتاب اخر اسمه تيسير في الحل، قلنا التيسير المنضبط بضوابط الشرع، ولكن على الحاج ان يجتهد ان يؤدي حجه على الوجه الاكمل ما استطاع الى ذلك سنه. وليس معنى اننا نضع نخص ان احنا نضع نخص لتتتبع كل الرخص فتفرغ العبادة من مضمونها. وكان معايا في يوم من الأيام أحد الزملاء الأفضل وكنت في الحج، وأخذنا لبعض الرخص. فمثلا عند أمير الجمال
أخذنا برأي من يقول أردني بعد منتصف الليل، وخرج أحد الشباب وكنت معه في صحبة فضيلة المفتي، شاب جاي وجاد هو طبعا يرجي، فقال لي هل يجوز الرمي الآن بعد منتصف الليل أو أنتظر بعد الزواج؟ والحاج لا يحتمل الجدل. قلت له أجازه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء، وأنا وفضيلة المفتي بنرى أنفسنا من الضعفاء، فإن كنت ترى نفسك من الضعفاء تعال غير معنا، وإن كنت ترى نفسك من الأقوياء ارجع روح المخيم وتعال بكره بعد الزواج، أنا جاي معاكم كده. فعايز أقول إيه؟ الكل في الحج معاكم. في الأيام دي الشاب في الحج ضعيف لظروف الحج وتنقلاته ومشاكل، فما تشقش على الناس. أخذنا بهذا الضعف ونزلنا مبكرا، لم ننتظر أيضا بعد منتصف الليل، نزلنا إلى الحرم. فلما جينا عند الحرم بالتقصير فالزميل أنا ما قصر، قلت له احنا المحلقين، قلت له خلي بالك لنا مندوحة أن نأخذ بكل الرخص التي سبقت لأننا ضعفاء، لكن ليس لنا مندوحة في أن نحلق أو نقصر، فخلينا ما ناخدش، بمعنى طالما أنت عندك مساحة تعمل بلا مشقة. ولذلك الشيخ رحمه الله قال في الصيام والفطر في السفر الكلمة أنا أعتبرها كلمة العقل، قال أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما. يعني لو أنت مسافر وأنت مسافر في عربية مكيفة ومش تعبان وقادر تكمل ما عندكش أي مشقة، حبيت تاخد بالعزيمة لأنك يوم في رمضان مش هتعود، لكن لو حسيت بالتعب ما تكملش وتقول يوم رمضان مش هتعود، لو تعبت الأفضل الفطر، الأفضل هما أيسرهما. فأنت محتاجين يعني نبقى، ولكن هذه الأمور وجعلت أحد التابعين يقول الفقه رخصة للفقه، الفقه رخصة من ثقة، رخصة بس لحد إيه؟ تعرف أين تأخذ بالرخصة وأين تأخذ بالعزيمة، في النهاية التقوى هنا، التقوى هنا. نسأل الله لنا ولكم. سلمت معالي الوزير، وكما قلنا لمعاليكم يعني نرجو من سعادتكم سعة الصبر، فشدوا الرحال إلينا إلى بلد الأمن والأمان والسلام وقبلة العلماء وكنانة الله في أرضه. حد بيسأل سؤال؟ نعم. الزكاة إحنا الآن عاملين بحث، عارضينه للبحث إن شاء الله، عاملين حاجة في البحوث، أعلننا عن ثلاثة بحوث، المسائل المتعلقة بإمامة الصلاة، المسائل العصرية يعني مسائل دقيقة، اثنين الزراعات الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد سيدنا رسول الله ومصاريف الشرعية، ده بحث قائم إن شاء الله لما يخلص بعدكم. تفضل. طب ننتظر لمعالي الوزير إسلامه. تفضل. وهل هناك كتب خاصة؟ إن شاء الله نفيدك إن شاء الله بما حاضر. الزميل موريتانيا. الزميل موريتانيا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، دكتور محمد عابدين سيد الأمين من إذاعة القرآن الكريم في موريتانيا، أشكركم معالي الوزير على هذا العرض العلمي الأصيل القيم الذي استفدنا منه كثيرا، والذي تضمن كثيرا من التأصيل العلمي الرصين والعقلاني المنفتح والمستنير. شكرا لكم جميعا، شكرا لمصر، مصر الرائدة والقائدة، مصر المرجعية الحاملة للواء الفكري والثقافة والعلم والإبداع والفن، مصر التي أنتجت جهابرة العلماء والفقهاء والقراء وأفذال المفكرين والمثقفين والأدباء الذين طبعا شكلوا وعينا وسكنوا وجداننا وأسهموا بغزير عطائهم
في إثراء وإغناء الثقافة العربية الإسلامية. شكرا لكم جميعا. معالي الوزير، تحدثتم عن موضوع مهم وهو ضرورة تجديد الخطاب الديني والتقليل من مسألة الحفظ والتلقين والنقل وتفعيل التحليل والنقد والتأويل. سؤالي فقط هو كيف لإذاعات القرآن الكريم أن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وأن تفعل هذه المسألة حتى يكون حضور الوحي ليس على حساب غياب العقل. كان بودي أن أتحدث إليكم شعرا، اعذروني فأنا قادم من بلد المليون شاعر، ولكني أضعت الشعر في حضرة أهل الشعر. أيا مهدا تلاقت به أسبابنا حقبا، شعري الذي ضاع مني ها هنا كتب. الله أحسنت دكتورا، شكرا جزيلا. هو طبعا عشان أوضح نقطة مهمة فيما يتصل بالقرآن الكريم، فدكتور احنا أحيي حضرتك على هذا العرض وأشكرك، ولكن أيضا احنا لدينا مسابقة ستقام في الأسبوع الأول من شهر فبراير، مسابقة حول القرآن الكريم برعاية السيد الرئيس ويكون للتكريم الأوائل، فنحن نعنى بحفظ القرآن الكريم عناية بالغة ونقدم له جوائز تشجيعية جيدة، ومع التشجيع على حفظ القرآن الكريم، وإذا كنا نتحدث عن قضية الحفظ فإننا نعرف بها حفظ الكتب أو الشروح، أما حفظ القرآن الكريم فمطلب وغاية ومقصد لنا جميعا، وما تيسر أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بعد كتاب الله عز وجل عناية وحفظة، لا نريد أن نحفظ الشروح والحواشي حتى برضه نكون مع حضرتك في التأكيد. القضية محتاجة حلقات نقاشية، ومحتاجة الكتب القديمة بعضها زي ما ذكرت كده كتب الإمام القوافي وغيره وكتب مليئة، ولكن للأسف قامت الجامعات بعملية انتقاء واكتزاء وسوقت كتبا، وصلنا بعيدين إلى حد كبير عن كتب الأصول القديمة، لا أقصد صوفا إنما أمهات الكتب، وعن النظر الفاحصة وعن اتساع العمق الثقافي. أخطر ما يواجهه عالمنا العربي والإسلامي هو ضيق مستوى العمق الثقافي، وقلنا من يتعلم لغتين يجمع بين ثقافتين وحضارتين، ومن يتعلم ثلاث لغات يجمع ثلاث حضارات وثلاث ثقافات وثلاث عقول، فيجب أن نطلع على ما كتبه الآخرون وأن نوسع مداركنا الثقافية وأن نلتقي بالآخر والمختلف ثقافيا وألا ننكفي على أنفسنا فنكرر نمطا واحدا متكررا. يجب احنا يعني يمكن في وزارة الأوقاف عنينا بالمنتج الثقافي الديني إلى جانب التخصص، احنا أمس خرجنا كما قلت أربع كتب، منهم كتاب موسوعة في الفقه على المذاهب المتعددة وموسوعة في الحديث، لكن في المقابل أخرجنا عشرات الكتب، وكان من ضمنها أمس حوالي ست كتب مترجمة. لماذا؟ لأن الانحباس على نمط ثقافي واحد يشكل ضيق أفق، إنما عندما تكون نلتقي بحلقات نقاشية، يعني أنا كنت نعطي محاضرة متصلة مع الدكتور أحمد عكاشة في رفع الوزن عن المريض النفسي، في قضايا الطب النفسي، وحتى هو كان يتحدث مثلا يقول أن الطب النفسي يسمى الآن الأمراض العصبية السلوكية، وهو مرض عضوي وليس قضية فقط يعالج بالخرافات، وكان بيتكلم عن إن لفظ مجنون، قلت له في تطور لغوي، لفظ مجنون كان يطلق على أعلى درجات الاضطراب النفسي وذكره القرآن وذكرته السنة، ثم من حوالي 200 سنة جاء مصطلح الطب النفسي تخفيفا على نفسية، لأن مجرد المجنون يوحي بأن الإنسان مؤذي شرير قضى على الأذى، ثم بعد ذلك أتى مع الطب الحديث تقول أن هناك أمراض عضوية، فهناك تحول نحو التسمية بالأمراض السلوكية العصبية. ما لم تكن قضاء
الحديث عن الإدمان والمخدرات، الحديث عن لابد ان احنا نجمع او ننفتح على الاخر والمخدر. اليوم بالمناسبه الساعه السادسه اليوم ان شاء الله، ولو حد من حضراتكم موجود نسعد به، ونشرف عندنا مناقشه كتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب في وزاره مجلس اعلى الثقافه في دار الامم، بحضور معالي وزيرة الثقافة والدكتور مصطفى الفقي مفكر ومحلل سياسي كما تعلمونه جميعا، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور بيضة مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، ولفيف من المثقفين في حوار ثقافي مفتوح. فلابد لرجل الدين أن ينفتح على المجتمع بكل أبيضه، ولابد للعاملين بالإذاعات القرآنية أن يجلسوا مع الصحفيين والإعلاميين والكتاب والمخرجين والمؤرخين. ولعلي أنا استفدت من تخصصي، أنا تخصصي الدقيق النقد الإعلامي، فكاتب في نقد القصة ونقد الرواية ونقد المسرحية. فلابد أنك يكون لدينا اتساع أفق ثقافي، لأن أنت أحيانا تجد أستاذا في الكيمياء أو الفيزياء أو العلوم البحثة وهو فذ ومتفرد في مجال التطبيقي، ولكنه في غاية الفشل في علاقاته الاجتماعية وتصرفاته العامة وفهمه للحياة العامة. ولذلك احنا معنا نخبة من زملائنا والأصدقاء من الدول العربية وأخواننا ضمن مصلحة عمان. أنا كانت سعيدة إن أنا عملت 7 سنوات في سلطنة عمان. كانت الفترة اللي عملت فيها الكليات التربية كانوا سباقين وعاملين 40% مكون ثقافي في الجامعة. 40% مكون ثقافي. ليه؟ لو كنت خلق عالي في التفسير بس هو امتحان من احد استاذ تفسير وممكن تساله في تفسير اللي هو مثلا انك اصلا كنت الدكتور بتاعك في العرب. ما كلمه جد تساله في فقه البيوع. انا في مره حد قاعد معانا في المجلس الاعلى قعدت مع شويه اساتذه التاريخ، قلت له تعالوا بقى اسالكم في التاريخ الاندلسي والدول ملوك الطوائف وفي انا هذا في التاريخ الحديث. انا عايز اقول عيب قوي ان استاذ تاريخ في جامعه اقول لك انا تاريخ حديث وعارفش المقدمه، عيب قوي. لانه الحد الادنى ان يبقى التاريخ العام انطباع. عيب قوي لما في استاذ تفسير وتساله يقول لك اصل الدكتور بتاعك كان في الاعراف. يبقى الالف باء استاذ التفسير ان على الاقل يلم بالاطار العام لتفسير القران الايه؟ عيب قوي لما استاذ فقه وتسالك مش متخصص في بعثه. على الاقل اذا كنا احنا للاسف المتخصص لا يلم بجواب التخصص ويقول لك اصل انا متخصص. تساله في الادب الجاهلي يقول لك انا بتاع ادب الناس. يعني انت بتاع فاحنا للاسف صار المستوى الثقافي لاخر نوعين بحر. انا في مره قاعد مع شاب من الشباب قال لي قلت له مش هسالك انت قريت كتاب ايه؟ انا اسالك علوم معينه. اخر 3 كتب قريته في علم النفس ايه؟ اخر 3 كتب قريته في علم العمران والاجتماع ايه؟ اخر 3 كتب قريته في مصطلح الحديث، اخر كتاب قريته في علوم، اذا كنت قريت اصلا في علوم الحديث. لا بعضنا لم يقترب من علوم بجملتها. ممكن يكون واحد عاش حياته ما قراش حاجه في علوم القران او في علوم الحديث او في اصول الفقه او ما عارفش حاجه اسمها في كتاب اسمه كتاب المنطق يضبط التوازن الفكري. احنا لا، خلينا نعترف ان لدينا في الغالب او في على الاقل قصورا ثقافيا نعنى بالتخصص المحدود على حساب الثقافه العامه حتى في مجال تخصصنا. جيب استاذ تساله في حته تلاقيه على قد الماجستير والدكتوراه، خد الماجستير في موضوع والدكتوراه في موضوع، هم دول يكلمك فيهم، وخارج الموضوعين تجد فيه كلاما عاما وليس علميا. نحن في حاجه الى اعاده بناء علمي حقيقي تسهم فيه مناهج التعليم، تسهم فيه المؤسسات الدينيه، تسهم فيه الاذاعات. ودول كنت بقى ايه؟ ان احنا نفخ قضيه. تعالى انت استاذ تجيب استاذ تاريخ بتاعها ويقول لنا مشاكل التخصص اللي عندي، وان انا عندي طلابي التاريخ دي ما اعرفش حديث. لابد ان نوسع المدارك، ودون توسيع المدارك الثقافيه سنظل منغلقين، لان لا يمكن لفتح. اقول لك حاجه، انا حاجه وبعد اذن الدكتور احمد هنختم، انا قلت لا يمكن لمفتي
لا يمكن لمفتي أن يفتي فتوى دقيقة إلا إذا ألم القانون الدولي بالقانون الإيه؟ وإلا ممكن يوضع بلده. أقول طلع واحد قال فتوى مثلا قال لك التعامل مع المؤسسات المالية الدولية حرام، لو قال كده حط دولته في الحيطة، إما ما تتعاملش مع الدول عشان فتوى المفتي ويبقى واقع اقتصادها إذا يمكن لدولة أن تعيش بمعزل عن المؤسسات المالية الدولية، وإما إنها تتعامل في الناس. شوف شوف النظام اللي بيعكس ربنا، المفتي قال لهم حرام ومع ذلك هم ماشيين عكس دين ربنا، فحفظ الناس على الدولة فيضع الدولة إما في أن تقع اقتصادية وإما في أن تتهم بمعادلة شرع الله. زمان قبل ما نحن نقول فقه ما قبل الدولة الحديثة وفقه ما بعد الدولة الحديثة، فقه ما قبل النظام العالمي الجديد وفقه ما بعد النظام العالمي الجديد. زمان كل أساسة العمارة الدولة شعب وأرض وحكومة، فتعال دلوقتي حتى في دولة في أي دولة يجي قبيلة كده تقول لك خلاص الأرض أهي والشعب أهو وإحنا الحكومة للدولة. بعد النظام الدولي الحديث لابد أن تكون إعطاء دولة، قانون دولي مش أي مجموعة كده تطلع تعمل دولة. ولذلك على المفتي أن يلم بنطقة كل من يتصدى للشأن العام إعلامي أو مفتي أو داعية أو عالم ما لم يلم بالقوانين الدولية والمنظمات الدولية يمكن أن يرد دون قصد بلد أو في مشكلات دون أن يدري ودون أن يقصد. ولذلك أصبح التسجيل في القانون الدولي والتحديات الأمن القومي والقضاء المعاصر جزء من أساسيات الإعلام وأمر الدولة. شكرا لمعاليكم، ونستسمح معاليكم في دقيقة واحدة. الأستاذ كمال نصر الدين طلب كلمة وهو إذاعي بإذاعة القرآن الكريم، وقريبا دكتور كمال نصر الدين محب للشعر والكلمة معه. شكرا دكتور أحمد. معالي الوزير، نسعد كثيرا باستماعي إلى حديثكم الطيب، فلديكم قدرة وحباك مواجه قدرة على تحصيل المعلومات وتقديمها في قوالب لغوية سهلة وميسورة نفهم بها الكثير من القضايا الأخرى، وأنتم معروفون ومشهورون وهذه حقيقة، لأنكم من أكثر الأمراء نشاطا وحركة ودأبا تجوبون أنحاء الجمهورية في مجال الدعوة مجال العمل العام. المؤسسة الدينية الرسمية في بلدنا مصر المتمثلة في الأزهر الكريم وفي الأوقاف وفي دار الفتاة تخدم جهدا لا يخفى على أحد في مجال تفكيك بنية الإرهاب والتشدد، وهذا واضح ولا يعني وضوح الشمس. تقومون بهذا العمل من خلال مواجهة الفكر المتشدد في مؤلفاته في أفكاره في نفوسه إلى آخر ذلك، لكننا نفتقد إلى هذا الجهد في مجال مهم وهو مجال تنسيق التراث العلمي للأمة وهو المتمثل في كتب التراث، وهذا أمر مهم جدا لنا نحن العاملين في مجال إذاعة القرآن الكريم بشكل خاص، لأن كتب التراث هي الزاد العلمي الذي ننهل منه من خلال برامجنا ومن خلال ما نقدمه للمستمعين. فيعني نود ان نتعرف على الجهود المقدمه في هذا الاطار. هناك الحقيقه كتب كثيره جدا تقع بين ايدي الناس وفيها الكثير من الحجم و يعني لا ودع ان اقول يعني مثلا ورقات مثلا او اخطاء يعني كتب. معالي الوزير اشار الى يا دكتور كمال احنا الان في هذا التوقيت الأسبوع ده مستلمين مطابع النهار 18 كتاب من كتب التراث، بعضها إعادة طبع، ولكن لدينا فريقان من كبار العلماء لجنة الدراسات الفقهية تجتمع أسبوعيا، ده مش اجتماع بقى، تجتمع علم
يا مجموعه من الدايسين اسبوعي في المجلس الاعلى، وأخذنا الجزء 43 من موسوعه الفقه 43، واظن الجزء يعني حاجه و20 او حاجه ايضا في موسوعه الحديث او حاجه و30. فاحنا شغالين على اهم علمين، علم الفقه وبنشتغل فيه في موسوعه الدراسات الفقهيه في المجلس الاعلى، وموسوعه الحديث، ادي موسوعتين. وهذا العام انهينا علما كاملا، أخرجنا كتاب السيرة النبوية قراءة جديدة، والكتاب نشر ومنشور إلكترونيا وورقيا هذا العام، السيرة النبوية قراءة جديدة. فاشتغلنا خلصنا السيرة النبوية كاملة، واشتغلنا في شغلين في الفقه والحديث. أنا قلت أمس يعني اعتمدت جزئين، نزل خبر عن الجزء الاول امس على الموقع عن موسوعة الحديث، وخبر جزء الفقه والتاريخ هينزل يوم ان شاء الله. طب وده كله لو زياره لمكتبة المجلس الاعلى للشؤون السلميه هتجد ما يصدق ان شاء الله. اود ان تقوم وزاره الاوقاف كما كنت معليكم بارسال بعض ابناء وزاره الاوقاف للتدريب هنا في الهيئه الوطنيه للاعلام، في المقابل ان تقوم وزاره الاوقاف باستضافه بعض المذيعين. انا قلت عرض معالي الوزير، في مشروع المعجم الفارس لفاضل المؤلف الشيخ عبد الباقر، في مشروع المعجم الفارس لفاضل الحديث النبوي الشريف، في جامعة دمشق كلية الشريعة الأساتذة فيها كان في مشروع منهم قديم أنجزوا منه فقط مجلدين، يقول المعجم الفارس لفاضل الكلمة الإسلامي. يا حبذا وزارة الأوقاف المصرية تقوم بإكمال يعني الموسوعة تقريبا هي كده وصلنا حرف التاء، الجزء ده اللي هو حوالي 400 صفحة الذي أقصده معالي واخد 17 مصطلح، احنا شغالين على المصطلحات. الذي أقصده معالي البيان أين ورد هذا المصطلح؟ هو كده المعمود، هو قال كده قال لك كده فاضل أو تفريق، وقال عند الملكية في كتاب كذا، وعند الأحناف في كتاب كذا، وعند الشافعية في كتاب كذا، وعند الإمامية في كتاب كذا. هذا هو المعجم الجزء اللي صدر، وده تقريبا الجزء رقم 43 من الموسوعة. هو المصطلحات الفقهية مش فقط دي مصطلح، يقول لك لفظ تفاضل جاء عند الأحناف، الجزء 42 جزء طبعا، وده التاثير بين أحد البعض. يقول لك ده عند الأحناف في كتاب كذا مسألة كذا، وعند الملكية في كتاب، وهذا يمكن أن ينتج عنه من ألف رسالة، لأنك بتقول له لفظ كافيين وفي مسألة إيه وتسرد المسألة. الحمد لله انتهينا من مداخلات اتحاد الإذاعات الإسلامية، ولكن يعني رجاء والتماس من الأستاذة فاطمة يوسف مدير عام الإذاعة الموجهة للأمريكتين، تتفضل. استاذة فاطمة، لان احنا حقيقة دخلنا في تجربة الخروج من مخاطب نفسه، وانت بتكلم بقول من يتعلم لغتين، احنا عملنا معمل لغات انجليزي باللغة الانجليزية لتدريب الأئمة، وخرجنا دفعات وعملنا مركزين للثقافة الإسلامية
باللغات الأجنبية، بدأوا باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفي كل جمعة بنترجم خطبة الجمعة ب18 لغة، وبنبثها على الموقع مقروءة ومسموعة ومرئية متنفذة. وإحنا إن شاء الله استضافنا كل يوم خميس نبعت لحضرتك فلاشة عليها الخطبة، وده يساعدنا. والحقيقة إن كان أيضا أنا عندي قامة المستحسين نترسم أكثر من ده، ممكن يبقى كمان مع الخطبة بتاعتنا تبقى معها الترجمة. ولكن فعلا أنا رحت في موسكو فلقيت السفير بتاعنا قال أنتوا رايحين إحنا بناخد خطبة الأوقاف بنخطبها في مركز السفارة، في مركز السفارة. فحضرتك تطمنك إن فعلا الخطبة متابعة، لأن 20 لغة، اللغة الأساسية الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإسبانية البرتغالية. وبالمناسبة في البرازيل زي ما هي قالت إحنا عندنا ثلاث أيام هيسافروا البرازيل في الأيام المقبلة، ولما عملنا كتاب الإسلام يتحدث عن نفسه طبع بالبرتغالية وبيتوزع على نطاق واسع في البرازيل. والبرازيل من القارات اللي إحنا نحتاج نكثف الجهود قبل أن تتخطفها أيضا التنظيمات الأخرى التي تحاول أن تستولي على هذا المحتوى. السادة الكرام، الجمعة الحضور، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي. شكرا.